عندنا زيت صدى ان بنا بيت صدى ان ضوء بالسما فيش دواء جينا سوا نشم هوا بس طفى. من الأغاني الجديدة الموجودة معنا ضمن أغاني سباق فن فنانينا بنسمعها بالراديو كتير بالفترة الأخيرة، أغنية جديدة زيت صدى من بين خالتي. نتعرف على بين خالتي إسا. مرحبا أمير. ألو مرحبا، كيف حالك؟ يا أنا الحمد لله كله تمام، كيف حالك شيخ؟ تمام، أهلا وسهلا فيك. أمير دور اللي أنت بن خالتي صح؟ ملقب حالك بن خالتي. أيوة أيوة، اسم الفن ابن خالتي. ليش طيب؟ احكي لي من وين إجا الاسم؟ الصراحة يعني إحنا عنا بالناصري بالحارة يعني كبرنا هيك نادع بعض ابن خالتي شو ابن خالتي شو الوضع وهيك يعني الاسم أجا شعبي أكتر، فقدرت أوصله مع موسيقتي لأنه موسيقتي كمان تحكي مع العالم. يعني بركزش أنا على إشي واحد بالموسيقى، بركز على كتير شغلات، يعني بطرح كتير مجالات كتير أشياء بمرق فيها اللي بتخيل كل حدا بيقدر يوصلها إله بشكل شخصي. هيك طلعت يعني بشكل اجتماعي بن خالتي. بن خالتي نعم. انتبهت انه انت ما صار لك فترة طويلة بالساحة الفنية، صار لك سنتين ثلاثة بتطلق اغاني بس. بتخيل الفترة الاخيرة احنا تعرفنا عليك لما قدمت اغنية زيتي مع دانا دور صح؟ ايوة الي يعني تقريبا صرت مطلع 4 غناني، وانا عشان كمان بتعلم بهذا المجال ف يعني مش مستعجل، عم بستنى اخذ التقنيات كل المعدات عشان اطلق هيك تركات. يعني نحكي شوي على هالاغنية الناجحة بينك وبين دانا الدور اللي هي اختك بالصدفة صح؟ ايوه يعني انا كمان بنتج الموسيقى، بديت اعمل بالبيت وهيك وسمعتها اياه وهي كانت كاتبة هاي اللازمة. كنت كمان مارق بعلاقة وحبيت اكتب عنها والاشي زبط يعني مع بعض. الاخراج لإلها لمين الاخراج؟ اخراج حلو كمان شفنا. اخراج الفيديو كليب هي اللي عملت كل الفيديو كليب، الفكرة الابيض كل شيء يعني هي. حلو. احنا عم نحكي معك من هولندا، انت موجود بهولندا بتدرس هناك قلت لي؟ أيوة بأمستردام بتعلم هون ساوند انجينيرينج، هندسة صوت. إلي تقريبا 2.5 سنين بالتعليم، يا إن شاء الله هاي آخر سنة بس وخلص كل شيء ومنكمل بالمجال. يعني تعلمت عمل ميكسينج وماسترينج وكل شيء يعني من الألف للياء. حلو. أنت أمير أو بن خالتي مسؤول عن الموسيقى اللي أنت بتقدمها ولا عم تنتج كمان لفنانين آخرين؟ يعني بتنتج لإلك ولا الآخرين ولا بس لإلك بهالمرحلة؟ طبعا لا لا، أنا يعني المجال مفتوح وكل الفنانين اللي بلتقي معهم دايما يعني من بعد الديتيلز تبعونا اللي ممكن إحنا نتواصل لقدام. عندي ملان موسيقى جاي لقدام اللي هي مع كمان فنانين آخرين إن شاء الله. حلو. طب نتعرف عليك على الموسيقى اللي بتقدمها، على المضامين اللي بتحب تمرقها للناس، احكي لي شو بيشغل بالك. صراحة بحس أنا لما طلعت على موسيقتي بشكل كلي شفت أنه موسيقتي أكتر هي بتقدم ثيرابي، يعني زي علاج مشاكل أو علاج. يا مشاكل بشوفها واللي زي بطرح المشكلة من خلال الأغنية وبحلها. يعني انت بتكون حاسس بمشكله معينه بتقدمها للناس وهيك بتمرق ايوه تقريبا بالضبط هيك. من يعني مشكلتك انت اول اغنيه نزلتها كان اسمها مش حاسه حالي انا، اللي هي كمان كانت مع فنانة من الناصر اسمها بيان طه. بهالأغنية حكيت كنت يعني مارق كتير محلات اللي أنا مش عارف شو بدي أكمل لقدام، كان عندي كتير تغييرات، فوت تعليم وتركته وغيرت تخبطات كتير مش عارف شو تعمل بحياتك. ايوه تخبطات كتير، فبديت هذا التراك اللي بحكي فيه عن ايش انا عم بمرق اسا وكيف عم بفكر وكيف يعني ما عنديش نفس لكتير شغلات، فيش حماس يعني. ترجمتها باغنية. طب احكي لي الموسيقى اللي بتقدمها ايش الموسيقى؟ هيب هوب ولا ايش نوعية الموسيقى اللي ممكن تميزك؟ ما هو اسا بنرجع احنا لابن خالتي. ابن خالتي اللي هو عنده اكتر من نوع زي ما قلنا شعبي، فموسيقى اللي هي فيها هيب هوب، فيها R&B، فيها جاز، بلوز، يعني كل هاي الانواع اللي ممكن تختلط مع بعض. يعني الهيب هوب والR&B كتير يعني حد بعض ممكن يكونوا تحت سب جانب واحده، فانه بحب كمان المستمعين يتوقعوا كل شيء مني مش انه شيء واحد بنوع واحد. تمام بن خالتي شكرا لك. رح نختم مع هالاغنيه الحلوه زيتي. أهلنا إلك شبي. شكرا. تحب تقول كلمة للمستمعين؟ توقعوا أشياء جديدة لقدام، يعني رح يكون في إسا يمكن شوي رح يكون هادي بس لقدام أكيد رح يعني أنزل. مشرفنا أكون معكو. شكرا تعرفنا عليك اليوم واللي بحب. هاي تقريبا أول مقابلة إلي بالراديو وهيك. أهلا وسهلا. أول مقابلة على فكرة بشكل عام كمان. طيب ممتاز. حلو ممتاز. بالنجاح بن خالتي أمير دور. شكرا كتير. إلى اللقاء. باي باي. يلا مع السلامة. باي باي. طيب كيف تبلش نان تبلش من تروح بنفسي مكلبش كيف